كابتن احمد عيد، عشان اسالك على المحله برضه، بس خليني. فجاه الزمالك بقت الناس شغلها الشغل بيجيب الفلوس منين؟ وانا مش يعني، انا في الاخر يعني عارف انت، يعني في الاخر يعني في الاخر يعني من اين لك هذا؟ لا مش يعني الناس مالهاش دعوه يعني في الاخر. الزمالك محدش قال الزمالك بتجيبه من فلوس منين وهو بيدفع الديون اللي عليه؟ يعني في الاخر محب، حتى في عضو مجلس اداره طلع قال احنا دافعين 70,000 دولار والباقي ده فهم محبين يعني. بس فجاه لقينا الزمالك عمر فرج بنتايك قبليها بعديها الراجل ارون اللي هو ما انت الجابوني، بتتكلم الاول الثلاث صفقات دول الاول رايك فيهم ايه فنيا؟ يعني هل انت شفت اللعيبه دي؟ يعني شفت بنتايك؟ تابعت له حاجات؟ يعني تابعت له حاجات قبل كده، لكن الموسم اللي فات ده يعني ما تابعتلوش حاجه للحقيقه. هو مش هتقدر تقول هو يعني بي تقف بي على مستوى دلوقتي؟ ما اقدرش اقف على المستوى، بس لعيب لعب مستوى او لعب مستوى عالي يعتبر، وصل في هيبقى فرنسا موجود وهيسد المكان دوت في ظل غياب احمد فتوح. ان شاء الله ربنا ان شاء الله. مش انا مش يحل عايز له اتكلم الامر. على قصته يوم 16، فربنا يفك كربه ان من شاء غير ما الله. نقر. وفي نفس الوقت الصفقتين التانيين بتتكلم في اتنين لعيب لعيبه، الجابوني ده كويس، لعيب كبير، لعيب كويس جدا، لعيب بس بعض الناس بتقول نيرف وهيجي مش هيجي، راح رومانيا، الكلام الاخير اللي بيتقال ده. والله بص، يعني هو الزمالك اعلن ان بطاقته وصلت، وشايف كلام كتير برضو على السوشيال ميديا. ما اقدرش احدد اي حاجه، وما اقدرش اجزم ان اللعيب موجود ولا مش موجود. انت عارف مرتبه كام؟ ما دي المفاجاه بالنسبه لي، يعني المفاجاه بالنسبه لي هو كام؟ مرتبه مش يعني ما راحش لبعيد زي الطلبات اللي كانت الناس بتطلبها. نفس مرتب سامسونج اما انا بكلمك في كده. مليون دولار، تخيل. انت بتتكلم في مش لاقيين مصاري المرتبات كانت بتروح لبعيد جدا من الزمالك، ودي ميزه الراجل عملها مجلس بنشرقي، اداره يا راجل الزمالك اللي هو بنشرقي نزل. بنشرقي، انا عايز 2.5 مليون دولار بتهزر؟ فدي ميزه كبيره تخيل. الصراحه، مجلس اداره نادي الزمالك اشتغل عليها بشكل كبير جدا، وقلل كتير جدا حته المرتبات الاجانب ديت، اللي اصلا بقى في فجوه كبيره بينهم وبين اللعيبه المصريين في المرتبات. لو واحد بياخد قد كذا بس في فبتحسب. مشكلة في عدم انهاء العلاقات بشكل رسمي يعني جيد، عشان هتحصل أزمة بعد كده زي نضاي. سامسونج دلوقتي بيشوفوا له صرفة، ما كانش هتنهي العلاقة برضه بشكل قانوني. هتبص تلاقي سامسونج زي عامل لك اشيمبونج ده، مشكلة اللي معاك. فجأة اشيمبونج ده ما لعبش ب5 جنيه، فجأة اشيمبونج خد فلوس قد كده من الزمالك، خد بطيب، كل الأسماء القديمة دي. فأنت عشان ما تكررش تاني ولا إيه؟ المشكلة دي هتبقى صح. كارثة. أنت أصلا بتدفع له مرتبه وأنت شايف إن هو ما يستاهلش 10، كمان ياخد منك 2 مليون دولار تعويض ومرتب سنه بقى، تبقى كارثه. لا طبعا صح ولا غلط؟ الموضوع صعب جدا، حته طبعا. الرواتب وانهاء العلاقات ديت. انت مع فكره انه في ناس بتبعت للعيبه تقول لها ما تجيش؟ يعني تقال انه الراجل الجابوني ده حد والله بعت مش له عارف، انا برضو شفت تصريحات بنفس الكلام. انت على ممكن تتصدق ان حاجه تحصل؟ يجيبوا تليفونه منين؟ ممكن وكلاء والله تجيب تليفونه؟ موضوع التليفون والحاجات ديت سهله، او وكلاء موضوع الاكونتات بتاعت اللعيبه على السوشيال ميديا السوشيال عموما، سهل. فالموضوع لا سهل جدا. واعيد من غير ما تبعت اللعيب. انا لو لعيب ورايح اي نادي، ما انا عامل سيرش على اي حاجه. يعني انا رايح عارف يعني. يعني انا جاي هنا، فانا رايح المكان ده فهشوف. هو بمجرد ما انت اصلا النادي بيجي يتكلم معاك او يبقى العرض جاي لك، انت بس بتعمل السيرش ووكيلك بيعمل السيرش. بس هم كلموه قالوا له انه ده مجالس قديمه، واحنا احنا اللي بنحل المشاكل، مجلسنا هو اللي عمال يحل في المشاكل. طب لكن انت مقتنع ان لعيب الجابوني ده كويس؟ طبعا لعيب كويس، وعمر كمان لعيب كويس. عمر فرج فيرود كويس، اتفرجت عليه وتابعته. شفتهم يا كابتن زايد؟ ما انا لا يعني بالثلاثه ما تابعتهمش. لا بس هو كمان ارون لعب في بوبنزا، ده لعب في السعوديه ولعب في قطر السنه اللي فاتت في السعوديه، وبراح امريكا. بس هو برضه خد بالك كثير التنقل، يعني واضح برضه ان هو نيرف حاجه يعني. هو الموضوع كله برضه، ما قبل كده احنا انت بن شرقي كان كتير التنقل وما كانش في احسن وقعد احسن مستويات. 30 في عمره. وبرضه نفس الكلام في رجاني ساسي. انت بتتكلم برضه ما تعرفش الاجواء، الامور هتبقى ماشيه ازاي. ممكن يبقى عنده راحه في هنا ممكن اكتر. الصفقه اللي تقلع منها دي اللي تضرب. طبعا ممكن. طب هل صفقات الزمالك دي تخلي السوبر الافريقي مشعلل؟ هو كده كده السوبر يعني ماتش مهم للفرقتين. لا بس يفرق وانت عندك صفقات، يعني ما تقولي حتى لو مع زيزو مع عمر فرج مع ارون ده مع عبد الله مع ناصر،
مع مصطفى شلبي يعني برضو ماتش الاهلي والزمالك حتى لو باقل لعيبه باقل صفقات باقل عدد موجود جماهيريا بيبقى مولع هو كده ماتش كبير، وخصوصا ان هو سوبر افريقي، فبغض النظر الاهلي جاب مين او الزمالك جاب مين هو ماتش مهم للفرقتين. هل صفقات الاهلي السنه دي مثمره؟ يعني اشرف داري ويحيى عطيه الله ويوسف ايمن والساعي، سيبك بقى من اللي جاي، كلهم في الاماكن اللي انت محتاجها، وده الصح ان انت تجيب في معظم الاماكن اللي عندك نقص فيها، بس انت برضو سلسل وينج الاجنحه بالنسبه لك لازم تجيب لعيب عشان تكتر الحلول بتاعتك. لكن انت شايفهم صفقات قويه؟ صفقات قويه ومهمه للاهلي. انت موافقه؟ صفقات لعيبه لعيبه يعني، انت جايب اتنين باك ليفت وجايب سيرد باك، هم منتخب قبل المغرب كده منتخب وغير منتخب، هم واخدين بطوله افريقيا من الاهلي نفسه، هم الاثنين كانوا موجودين في الملعب مع وبيلعبوا الوداد. مع الوداد. صفقتين كويسين جدا للاهلي. وعمر السعي يفرق طبعا، عمر لعيب اساسي بالاسماعيلي السنه دي، لعيب من اللعيبه الموهوبه في مصر الحقيقه يعني. الفترات اللي فاتت ما لو هو لو مش موهوب مش هتلاقي ضجه مع ان كبيره. ميكالي شاله من القائمه. دي بقى اراء وجاهزيه ويعني وحاجات كتير جدا بالنسبه للراجل، الراجل معاه مجموعه من زمان، هو في الغالب هم اللي كانوا معاه لحد النهايه. هو كمان شبه محمود صابر شويه، فهو لك محمود صابر افضل. وانا محمود صابر اللي بتعجب ان برضه بيراميدز هيطلعوا اعاره كل الوحده. مره. انا يعني ده بس بيتها دي لا ده اوردر ده اللغز بالنسبه لي، ان هو لعيب يبقى محمود عندك صابر موجود وما بتديلوش. انا ممكن وبالموهبه دي يعني كل سنه تروح مطلعه للفرق، فواضح ان انت اصلا في سر مش مفهوم، الراجل مش مقتنع بيه. ده راجل ايه ده؟ هو السنه اللي فاتت ما كانش الراجل ده موجود، هو بقى له باتشيكو سنتين اللي طلعه، هو بقى له سنتين بيطلع اعراض. باتشيكو اللي طلعه السنه اللي فاتت. ما الراجل ده لما رجعه المشكله بقى الاكبر، هو راح زد ما لعبش، لعب ماتش 10 دقايق ودي راح راجع. لا دي مشكله كبيره. هو لعيب موهوب جدا كمان. انا مرنت محمود صابر في نادي النجوم، موهبه من المواهب الكبيره جدا في الكره المصريه الصراحه. زي ما انت بتقول زد ما لعبش، هو محتاج فرقه يبقى. قول لي الزنفالي ما رضيش سابك ومشي ليه؟ هو ما سابنيش، هو مضى عقده مع النادي. مضى يا باشا كل حاجه زي الفل، بس في الاخر سابك ولا حرز الحدود. ايوه ماشي. ما انا انت عايز تعرف كواليس ليه؟ ما هو انت مضى، ما انا بقول لك هو مضى وارتضى بعقد، وعقد محترم جدا مع نادي غزل المحله. هو كان عنده شرط جزائي 3 مليون في عقده، رحت انت حطيتهم في اتحاد الكوره. هو طلب في الشروط الخاصه ان احنا نتعامل مع اتحاد الكوره، ندفع الشرط الجزائي في اتحاد الكوره، وماضي وباصم على كلامه في الشروط الخاصه. رحنا دفعنا في اتحاد الكوره، فوجئنا ان هو رايح راح قعد مع حرس الحدود ومضى، وطلب منهم ان هم يخلصوا المشكله بتاعته. هو مش مع غزل المحله، واحنا كمان غزل المحله ماشي. هو كمان عنده شرط جزائي 3 مليون جنيه عقده معاكم، شرط جزائي 3 مليون جنيه غير ال 3 مليون جنيه اللي دفعهم غزل المحله في تخليص اللاعب للداخليه، انت فاهم؟ والمشكله اللي هو كمان الشرط الجزائي، هو على لسان العميد عمرو خليل المدير الاداري بتاع نادي حرس الحدود، ان هو خلص بمبلغ اقل من كده. هو الشرط الجزائي 3 مليون، فهو طلع قال تصريح زي كده، وده في صالح نادي غزل المحله. يعني هو الموضوع كله في الاخر، بس هو خلاص مش هيلعب معاكم. هو مجلس الإدارة قرار اللي هو هياخد ماشي في الموضوع قانوني. احنا خلاص عامر بقى موجود معانا امبارح، خلص كل اموره وبقى الصفقه اعلنت رسميه، واحمد العربي حارس المقاولين العرب برضو معانا، والنفراوي حارس ثالث برضو بتاع بتروجيت. الثلاثه جبنا ثلاث حراس. ده كان الزفاني يبقى معاهم رابع، كانوا هم الاربعه يعني. لا هو عامر جه في الفترة اما حصلت المشكلة مع الزنفولي تفاوضنا مع عامر، وهو عامر كان لعيب فري وقدرنا نضمه يعني. لكن الزنفولي دلوقتي الموضوع قانوني. لا الموضوع قانوني، وهو حتى ايا كان هو خلاص مش هيلعب بتشيرت غزل المحلة يعني، ده قرار من مجلس الإدارة، بس الموضوع قانوني. عن صفقات المحلة السنة دي ان شاء الله يعني موسم موفق لينا. احنا يعني بنشتغل على انت على معاك بقى في نص الموسم، وانا عايز لا احنا بنشتغل على لعيبه مواهب كتير. جبنا لعيبه مواهب من دوري المحترفين يعني، وجبنا محترفين من بره مصر. كده 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 اي حد انت عارف بيجي ملعب غزل المحله بيبقى عنده مشاكل كبيره. لا يعني السنه دي هنرتاح من ان شاء الله. فكره ان المحله كل مره لا باذن الله يطلع وينزل ويطلع. لا 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 ان شاء الله باذن الله. السنه دي يبقوا كويسين، موسم نقدم موسم كبير باذن الله.
والامكانيات كويسه كل واللعيبه حاجه بدأ. موجوده، ملعب جديد، حاجه محترمه، ملعب مفيش حجه يعني للعيبه خلاص. لا كل حاجه موجوده، والملعب كمان هيبقى بساعه جماهيريه كامله، ديت الميزه في المحله برضه. وانت ساعات حتى تقول لي عندي تمرين اصلا بفوت لك عشان يعني خاطر انت المحله، بتساعده، انت ده عماله عشان بتساعده المحله يكمل بطريقه غير مباشره. عشان المحله يكمل صح؟ لا بس هو خلي بالك هيبقى عنده مشكله، اي حاجه هيقولها هنا ممكن يتوقف الحاج عمرو، يوقف هو الحاج عمرو مكمل. انت مش قلت خلاص؟ طب احنا لازم نختم طبعا، بنتوجه يا رب بنقل بالدعاء لكابتن ايهاب جلال. يا ربنا يشفيه ويعافيه. يعني في اي اخبار عندكم عن حاله الكابتن ايهاب دلوقتي؟ انا عرفت ان الحلقه بقت احسن الى حد ما، بس طبعا صدمة. يعني ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع لنا بالف سلامه. الشخصيات الجميلة الضغوطات بتبقى صعبة جدا، وفي حاجات يعني الكابتن محسن برضو قال نقطة مهمة مع الكابتن إيهاب، ان هو من وقت إقالته وهو نفسيا برضو في حاجة جواه، فالحاجات دي بتفرق. اي بني ادم بيتعرض لموقف صعب ممكن ما يكونش مبين ان الموقف ده مؤثر عليه، بس جواه لا. هو الكابتن ايهاب كمان مش من الناس اللي بتتكلم، يعني لا كتوم، ما اتكلمش كتير، هو كتوم اصلا بطبيعته. الكابتن ايهاب من هو لعيب، لعيب محترم، لعيب مؤدب، ما تسمعش لو صوت، عارف لو بيطلع يرجع وبتاع كان زمانه فك ولا. يا رب الف سلامة للكابتن ايهاب جلال يا رب، ويعيده سالما لاهله وناسه ولينا كلنا يا رب باذن الله. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي. بس نورت. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. اسمع نلتقي ان شاء الله قريبا ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله باذن الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.